لما يطلع حاكم المصرف المركزي الأمريكي ويحكي كلمة صغيرة، العالم بتكون نظرته شو عم يحكي وشو بده يقول. ومجرد ما يقول هذا أي صارت كلمة، كمان آخر مرة وقت ترامب دكتور، آخر ولاية ترامب وقت صارت قصة كورونا، طلع على الحاكم المصري الفاد يعني، وقال إنه عم يتعرض الاقتصاد الأمريكي لهزة كتير كبيرة. فصارت وقتها انفعالات إعلامية واجتماعات مالية بأمريكا. ايه صحيح صحيح. معناتها الحكي اللي عم يحكيه انه له قيمه ويترجم الى الاسواق، وبالتالي التوقعات كل التوقعات تبنى على اساس المعطيات هذه. طبعا الداتا اكيد بدها تاخذ، ناخذ الداتا شو عم بيصير وشو عم ناش، كله هذا بناخذه. بس ولكن اللي قصدي اقوله انه شو الفرق بين التوقعات الرشيدة والتوقعات الغير رشيدة؟ على كل حال، بس شغلة صغيرة هون، يلا أوكي. طيب بس أنا راح أستأنف هون، راح نرجع نعمل شير. بدي أقول لكم شغلة كمان، إنه القانون بيلعب دور، القانون بيلعب دور. يعني اذا طلع البنك المركزي، حاكم البنك المركزي بده يضلل الاسواق، بيقول شغله هي مش مظبوطه، والله بيقوموا عليه دعاوي بيطيروه بموتوه، لانه في عندهم قانون، نحن ما في عندنا قانون. طيب نحن بنرجع للشغل تاعنا هون، شو الفرق اثار التضخم المتوقع والتضخم الغير متوقع؟ يعني خلينا نحكي سؤال مثلا، في يقول مثلا انا اتوقع انه التضخم متوقع، هلا الاسعار رح تضل تطلع من هلا لشي لسنه. طيب اوكي، كلنا عارفين رح تطلع الاسعار من هلا لشي سنه، اوكي شو تكاليفنا، شو بنخسر نحن؟ حدا يعطينا هيك اشياء. كيف يا دكتور؟ أول شغلة تكاليف لوائح الأسعار، لوائح الأسعار منيو كوست. هذا لما أنا بدي أغير الأسعار تاعولي عم يطلع الدولار، بالتالي بدي أغير الأسعار. طيب بديش احط استيكرات جديده على الاسعار لما انا بالتعاونيه، بديش روح اطلب خلي الموظفين يسعروا يحطوا اسعار جديده. طيب ما بدي عم احط على البضاعه على مرتبين المربع، ما بدي احط استيكرات، بس بديش احط على رفوف قديش صار سعر البضاعه. هذيك اليوم صيدليه مازن، ما بعرف إذا بتعرفوا صيدلية مازن ببيروت، بطلوا يلحقوا يغيروا الأسعار. صرنا ننزل شو اسمه، تجيب علبة الدواء، علبة معجون أسنان أو الحفاضات أو علبة الحليب، تجي يكون محطوط السعر شيء، ونطلع لفوق على الصندوق صار حقها هالقد. ما هلا محطوط تحت حقها 20,000، أمتى صار حقها 25,000؟ قال ما لحقنا نغير الأسعار. طيب تغيير الأسعار شو بيصير؟ تغيير الأسعار ببلاش؟ إنه ما بدي أن الموظفين يقعدوا يغيروا لي أسعار؟ بلا، بصير الموظفين تعولي بدل ما قلن عدوا اشتغلوا رتبوا على رفوف، جيبوا بضاعة من هون حطوا من هون، أو نزلوا بضاعة من الكاميون، بدي قلن الموظفين تعولي عدوا غيروا لي أسعار. طيب مين بده ينزل البضاعة من الكاميون؟ مين بده يجيب البضاعة ويحط البضاعة؟ بدنا نجيب موظفين جدد. بالتالي هذه من تكاليف التضخم، حتى لو كان تضخم متوقع. هذه أول نقطة. واضح واضح هذا مش هيك؟ بس أنا لألكم لفيدكم بشغلة ثانية، ما بعرف قريتها مرة وناسب أي بلد، أو بألمانيا أو البرازيل. بفترة كان في عندهم نسبة تضخم هائل، نسبة تضخم هائلة،
كان بيقول صاحب السوبر ماركت انه موظفينا نص الوقت تاعولهم قاعدين بيقطعوا على غيروا اسعار. شغله نص الموظفين عم يغيروا اسعار، هذه شغلتهم. وحتى اذا بكون زيدوا عليها بالتكاليف لوائح الاسعار، خذوا مثلا مطعم مثل مطعم شو عارف شو في مطاعم عندكم بالمنطقه، مطعم التانجو تو تانجو، مطعم ال شو في ما بعرف شو في مطاعم الفروج العبد الله كلياتهم، وهول كلهم طابعين مانيو بيوزعوا على الزبائن لما يفوت عنده نسبة جواد مثلا والجواد بقى، ما هذه كل المانيو بدها ترجع ينعمل لها اعاده طباعه، كلها تكاليف لوائح الاسعار اصلا ما. كل يوم عم يتغير سعره حتى بالسوبر ماركت، يعني يوم بتلاقيها هيك بالليل بتروح بتلاقيها غير. صحيح ايه صحيح 100% بس بتلاقيهم عم بيغيروا الاسعار بالضبط، حتى في محلات عم تضطر تسكر لتحق تغير اسعار. النقطه الثانيه التغير في الاسعار النسبيه، طيب شو المقصود بالتغير بالأسعار النسبية؟ خذوا مطعمين، هذا مطعم الجواد أو سوبر ماركت ريدي، وهذا هون سوبر ماركت التوفير. التوفير أنا لا أفرض أنه في شغل حقها هون 100 حقها هون 100، أوكي الزباين بتروح طبعا لهون بتروح لهون ما في عاده. هلا طلعت بلشت الاسعار تطلع، قام ريدي غير هذا السعر عمله 120، شو بدهم يعملوا الزباين هلا؟ يعني نروح على الارخص، رح يروحوا كلهم كلهم يروحوا على التوفير. شو بده يصير عند التوفير هلا؟ بده يغلي قبل، لا ايه رح يغلي بس مش هلا، بده يرتفع الطلب عنده، بده يرتفع الطلب عنده. شو بده يصير زحمة السيارات؟ زحمة شو يا دكتور؟ بالسيارات بالباركينج عنده لتوفير بطل يسع دكتور، بده اوسع وعجقة، بده يصير في عجقة او بده يصير في زحمة كثير، وهذا عند الريدي شو بيكون؟ ما في حدا. طيب فاضي. بعد شوي ضلت الأسعار عم تطلع، قام رجع التوفير قال أنا بدي غلي، لأن الأسعار بعد عم تطلع صار 130، شو بدها تعمل العالم هلأ؟ ترجع بتروح عند الريدي، كله راح عند الريدي. أوكي لاحظوا شغلي هون، لاحظوا فهمولي على شغلي، انه هلا هون عجقت عند الريدي، الباركينج تاع الريدي انعجق، الموظفين تاعوا الريدي احترق سلافهم مشغولين، الموظفين عند الريدي ما عم يلحقوا على الزباين، الكاش ماشي مش عم يلحقوا، صفوف طويله عريضه بقلب السوبر ماركت، بينما عند التوفير شو عم بيصير؟ عم بيكشوا دبان، رتب تنزيته ماشي الحال. هذا بسميه هذا التغير في الاسعار النسبيه، لانه انا في عندي هون عم بحكي هون انا على البضاعه هي ذاتها عند الريدي وعند التوفير بذات المحل بذات السلعه، بس عم تختلف سعرها من محل لمحل، بصير في عندي ساعتها عدم وجود كفاءه في استعمال الموارد، يعني هون محروق سلافهم هون وهون ما عم يكشوا دبان، هون الباركينج مش عم بيساع وهون ما في حدا، عم الباركينج عم بيهوي ما في شيء. اوكي هذا بسميه عدم كفاءه في استعمال الموارد الانتاجيه اذا بدكم.
انتم بتشوفوها اذا بدكم بشكل اكثر بمحل بمصنع، مصنع اللي ما رخص اسعاره، اللي عفوا المعمل يلي ما غلى اسعاره يعني بعد اسعاره رخيصه، هذا بشغل المكنات ليل نهار ليلحق على الانتاج. بينما المعمل يلي غلى الاسعار ما عم يعمل شيء، واقف المعمل بيكون واقف عم يمشي على اقل من مهله. هذه بالنسبه للنقطه الثانيه. النقطه الثالثه بالتضخم المتوقع. الضرائب، طيب إذا في عندي أني أسهم لشركة، أني هون بلبنان وعندنا أسهم لشركة، إذا بدكم خذوا في مؤسسة الكوآب بلبنان هذه إلى أسهم. طيب السهم كان حقه 100,000 ليرة فرضا سعر السهم، سعر السهم هلا نتيجة ارتفاع الأسعار بلبنان، ما الكوآب في بقلب بضاعة، والكوآب هو المحلات، الكوآب هو المباني كلياتهم، هذا سعر المبنى بالسوق طلع، وسعر البضاعة يلي بقلب الكوآب بالمخزون كلياته طلع، بالتالي أنا إلي حصتي ما عادت تسوى بس 100,000 ليرة، صارت تسوى هون 300,000 ليرة. ماشي الحال. يعني بعبارة تانية، ما هي الكوآب شركة مساهمة، كيف شقفت الأرض؟ كان حقها مثلا تسوى 50 مليون، هذه الأرض تسوى 50 مليون، هلأ صار حقها بيسوى 400 مليون. لما أنا إلي نص لهذه الأرض، بالأول كان إلي نص ال50 مليون، هلأ صار إلي نص ال400 ألف. كمان ذات الشيء بالنسبة للأسهم، إذا أنت عندك أسهم بشركة وطلعت الأسعار العام، طلعت الأسعار معناتها البضاعة تاعت الشركة طلعت، معناتها أني حصتي بالشركة طلعت. واضحة هذه النقطة هون؟ شو كيف يعني سعر السهم عم يطلع؟ دكتور اوكي. شو بتقوم بتقول لك الدولة؟ انت كان عندك اسهم حق السهم 100,000 ليرة وصار حق السهم 300,000 ليرة، معناتها انك انت عملت ارباح بالاسهم تاعولك 200,000 ليرة. تفضل اعطيني، ادفع لي ضريبة، تزيد الضرائب هلا على الارباح، ادفع لي ضريبة على 200,000 ليرة. يا خي هول 200,000 ليرة مش ربح، هول 200,000 ليرة بس هي حصة طلع قيمتها، هذا التضخم مش ربح. هذه أول نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للضرائب، نحن هلأ بلبنان ما بعرف قديش تعرفون نسب، ماخدين شي كورس بالضرائب اللي عن لبنان؟ هلا دكتور بالمالية العامة نحن كنا أخذين شوية عن الضرائب والرسوم. أوكي. كيف بالضبط أنت قصدك؟ أنا بدي أفرض يا جماعة الخير، أنا مع مش كلنا أخذين مالية عامة كمان دكتور. أوكي مش مشكلة. نحن عادة الضريبة كيف تعمل، كيف يشتغلوا بالضريبة، الضريبة الفردية بيقول لك أنت قديش الدخل تعولك، الدخل بيقول له أنا دخلي 20 مليون ليرة بالسنة، ما بيدفعني ضريبة على 20 مليون، بيقول لي في عندك تنزيلات، تنزيلات قديش تنزيلات على صاحب شو اسمه، على صاحب الدخل الفرد الأول 7,500,000 ليرة، وعندي بدفع تنزيل لمرتي 1.5 مليون، ماشي الحال، وعندي ولدين على كل ولد 500,000 ليرة، معناتها بنزل 1 مليون. هول كلهم تنزيلات. أنا دخلي 20 مليون ناقص 11 مليون
9 مليون اوكي. بيقول لي هو شو شو ليش هن هول التنزيلات؟ بيقول لي ما انت لحنا حاجتك بتاخذها والزياده عن الحاجه تدفع عليه ضريبه. هو عم بيقول لي هلا انه انت حاجتك مع مرتك ولادك 9 مليون بالتالي عفوا 11 مليون بالتالي بيبقى لك 9 مليون بدك تدفع لي 10% مثلا من ال 9 مليون يعني بدك تدفع 900 الف ليره هاي الضريبه. اوكي طيب جينا هلا انا هلا عم عبي تاعت الضريبه تاعولتي وبدي ادفع الضريبه بيقول لي انت عندك معني دخلي ما زاد بعد مثل ما هو بيقول لي بدي نزل لك تنزيلات 7 مليون ونص ومليونين ونص ومليون. بقول له لحظه شوي لحظه شو تنزل لي 7 مليون ونص مليون ونص شو بيعملوا انا ما بيكفيني 7 مليون ونص لحياتي بالسنه عم نحكي مش بالشهر. ما كانت هذه ايام ما كانت الدولار ب 1500 كنت تعمل لي تنزيلات 7000 7 مليون ونص. هلا حبيبي لازم تعمل لي تنزيلات اكثر بس ولكن هاي هات هذه بدها تغيير النظام بدها تغيير القانون كلياته بالتالي راح يضلوا ياخذ مني 900 الف ليره هذه خساره. انا لازم ياخذ مني ضريبه اقل معناتها العالم الافراد يدفعون ضرائب بشكل غير عادل. مش الحال؟ أنا أفترض إنه ماشي الحال. طيب. النقطة آخر نقطة بقصة التضخم المتوقع هي صعوبة مقارنة الأرقام. صعوبة 4 صعوبة مقارنة الأرقام بالسنوات السابقة. صعوبة مقارنة الأرقام بالسنوات السابقة يعني أنا هلأ بقول لكم إذا هلأ بدنا نعمل نغير الحد الأدنى للأجور قديش بدنا نعمله الحد الأدنى للأجور؟ أنا عم سألكم سؤال هلأ قديش لازم يكون الحد الأدنى للأجور؟ كان بالأول على القليل لكل واحد شيء إيه كان بالأول 500 دولار يمكن قبل كان بالأول يطلع هلأ لازم يكون 500 دولار يمكن قبل 1500 كان بالأول 450 دولار هلأ قديش لازم يكون الحد الأدنى للأجور؟ شيء 1000 وشوي لأنه يعني الدوبل كل شيء 4 مرات يعني مليون وشوي هلأ إيه منخليه 450 دولار بس باللبناني أكيد بده يتغير. عم بحكي أنا على اللبناني الحد الأدنى شو مليون شو بيعمل مليون إيه يا محمد طرحيني هيك نشوف شو لازم أقل شيء مليونين لانه مليون بتحطهم بس لازم مليون مثل ما بتقول ميرا مليون حتى ولا شيء هلا ما بيطعموا ولا عائله اصلا ولا عائله اصلا اوكي فأصلاً هون صرنا شوي صار صعب ان احنا نقارن هون الهل عمل لي صعوبه مقارنه بالارقام. في واحد بيقول لك حبيبي كنا ناخذ احنا 450 دولار هلا الدولار صار 10000 ليره معناتها لازم الحد الادنى يصير 4 مليون و500 الف ليره. واحد بيقول لك حبيبي مش كل شيء مسعر على الدولار البنزين بعده مش مسعر على الدولار المازوت بعده مش مسعر على الدولار والغاز مش على الدولار رسوم الدولة مش على الدولار تسجيل بالجامعة اللبنانية مش على الدولار فأصلاً هول كلهم ما غليوا فأصلاً نحن لازم نغير الحد الأدنى للأجور. أنا اللي بدي أقول لكم إياه هون إنه شوي صار المقارنة صارت صعبة ما عاد فينا نوصل لشيء واضح على هذه المقصود فيها المقارنة صعوبة مقارنة بالسنوات السابقة. ماشي الحال؟ طيب هلا انا رح وقف هون بيبقى عندي التضخم الغير متوقع رح نكفيه ان شاء الله بالمحاضره الجايه ذكروني فيه الله يخليكم. بينما هلا شو بدي اعمل؟ بدي روح كفي حل العمل. فكرنا يا دكتور بدنا نوقف نرتاح
والله أنا تعبان منكم، بلشتوا صيام اليوم؟ ايه والله يا دكتور، خلص يا دكتور. والله واللي سمعكم شو بدي اعمل؟ اوكي يلا دكتور إيه؟ اذا بدك عنا برقم 5 بعد في سؤال من حلو بعد. اوكي تعال نشوف. طيب هون بالرقم 5 اذا بتتذكروا، اوكي اوكي هون بالرقم 5 تذكروا انه اللي كان في اسالك سؤال. يا نصر الله تفضل. بس بدي اسالك سؤال بالنسبه، كنت بدي اساله بالتمويل بدي اساله هلا. كنت عم بسالك طب ارتفع الاي طيب هو 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 اللي بشكل عام يعني ارتفع الاي بقى ترتفع الام بي ال. طيب عادت قال له العمال ما هيك دكتور؟ طيب ليش قال له لحظة ارتفع الاي عند الفارمرز ثاني ارتفع الاي ارتفع الام بي ال ارتفع الال. طيب لما ارتفع الال عادت نزلت الام بي ال، بس صحيح. نزلتها للام بي ال اقل من طلعتها لما ارتفعت الاي، فنحن اعتبرنا انه دغري مباشرة انه الام بي ال انخفضت مع انها ارتفعت وقت ارتفعت الاي، بس وبنسبه اكبر من لما ارتفعت الال. فهمت علي النقطه وين؟ اوكي انا معك. خلينا نشرح على الرسمه هون. فانا شايف انه لا ما انخفضت قد ما ارتفعت، ما فينا نقول انخفضت، هي بس النقطه اوكي اللي بسالك عنها. هو الارتفاع اكثر من الانخفاض. هذا الفارم هون الفارمرز وهون الباربرز. بالأول كنا هون شايف هذا هون الاف وهون البي وهذا هون الام بي ال تاع الباربرز وهذا هون الام بي ال تاع الفارمرز. طبعا اللي قلنا نحن جمعة الماضية انه هون لانه الالف بعده مثل ما هو طلع هون اجر العمال. لما طلع هون اجر العمال اجر العمال الحقيقي وحتى اجر العمال الاسمي طلع هون الا هون البي. قلنا هون رح يجي العمال رح يخفوا من هون يهاجروا من هون لهون. لما الـ MPL طلع هون بس، ولكن مع الوقت بدهم يجوا العمال الباربرز بدهم يجوا عند على هذا القسم لهون، بالتالي هون بدهم يخفوا بده يصير الـ MPL لهون، وهون بدهم يزيدوا يصير الـ MPL هون لا يصيروا بيساووا بعضهم. هذا عند التوازن الجديد. ما بعرف إذا يعني نصر الله أنت اللي عم تقوله إنه طلع الـ MPL هيك بس بعدين رجع نزل من هون وصلنا لهون، لأنه بالأخير استقرينا عند هذه الحالة اللي هون. الـ MPL تاع الباربرز طلع كان هون صار هون، الـ MPL تاع الـ تاع شو اسمه تاع الفارمرز بالأول كان هون نط لهون، بس بعدين لما صاروا عم يجي يزيدوا عدد العمال صار ينزل ووصل لهون. واضح؟ ما بعرف إذا في شيء بعد. نصر الله مش الحال؟ طيب السؤال الثاني مش الحال. رجع سألني هو سؤال إنه شو صار
بالبي بي على البي اف. نحن قلنا انه هذا البي بي على البي اف ولا بي اف على البي بي؟ بي بي بالضبط، بي بي على البي اف، بي بي على البي اف. البي بي على البي اف طبعا نحن قلنا انه ارتفع. ليه؟ لانه هذا الانتاج هون انخفض، هذا ارتفع، وهذا هون لانه صار في كثير وفرت انتاج بالفود، بالتالي هذا كله هون ارتفع. هلا اخر سؤال واضح، هذا اللي هون يعني خلينا نحطه نحن هون، بي بي ارتفع، البي اف انخفض، وبي بي على بي اف ارتفع. هلا اسالني اخر سؤال هون، وهون انا بدي انتم تجاوبوني. افترض ان الحلاقين والمزارعين يستهلكون ذات سلة السلع والخدمات، من يستفيد اكثر من التقدم التكنولوجي في الزراعة، المزارعين ام الحلاقين؟ شو رايكم دكتور؟ فيني اقول لك؟ اوكي تفضلي يا اما. ايه دكتور، اذا نحن بدنا نحكي حسب اللي صار فوق، نحن عندنا تقدم تكنولوجي هو كان للمزارعين ادى انه يصير عندهم الاجر الحقيقي مرتفع. بما انه الاجر تعون المزارعين مرتفع، فالمزارعين قادرين قد ما بدهم يشتروا، معهم مصاري. بالمقابل نحن قلنا دكتور فوق، بما انه نحن عندنا تقدم تكنولوجي وزياده بالعمال، الاسعار بدها تنخفض بالمواد الغذائيه، وبالتالي كمان صار الحلاق يقدر يشتري مواد غذائيه باسعار ارخص. اوكي طيب جاي ترحيني، شو عندك يعني الاثنين؟ يعني هداك معه مطاري لا يشتري والثاني. طيب اوكي شكرا. ترحيني تقريبا نفس الفكره، بس ان تطور بالزراعه عند المزارعين يعني مثل ما قلت بعالم اكثر من ال شو اسمه هذا الحلاقين بيروح لهونيك، بالتالي بيصير في اكثر شغل هونيك، بالتالي السله الغذائيه بالنسبه للمزارع ارتفع بالنسبه للحلاقين، لانه مثل ما قال علي شرتون هيك اليوم انه بصير الحلال، بالتالي بترتفع القدره الشرائيه عندهم اكثر من المزارعين. ما بعرف اذا فهمت علي شيء، بس انه هذه الفكره عندي. اوكي هو بالواقع انه اثنين سوا راح يستفيدوا، واثنيناتهم راح يستفيدوا بشكل جيد. طلعوا لي على طلعوا على الرسمه هون. اول شغله انتم على المدى القصير، على المدى القصير المزارعين رح يكونوا ربحانين، بس ولكن مع الوقت رح يصيروا اثنيناتهم الدخل الحقيقي هو ذاته، رح يتوازن الدخل الحقيقي، بالتالي بالنسبة للمداخيل بعدها هي اثنيناتهم صاروا مثل بعضهم. طيب وشو بالنسبة للسلة الغذائية؟ ما هن عم يسالكوا ذات السلة، ولما سعر السلع عم ينخفض لانه انخفض سعر المنتجات الغذائيه، اثنيناتهم راح يستفيدوا من الموضوع. بس لا، اثنيناتهم يستفيدوا من الموضوع بشكل جيد. وهذا بيقول لكم شغله هون، انه اذا صار في عندنا بلبنان احد القطاعات تحسن وضعها، مثلا عالم الكمبيوترات صار افضل من الاول، صار في كثير شغل بالكمبيوترات. اوكي، هل معناتها انه نحن خلص العالم اللي بتشتغل مثلا بالمحاسبة أو بالاقتصاد أنه ما عاد إلها شغل؟ لا، الجواب رح يكون إلهم شغل. هلأ رح نمروا بفترة صعبة شوي، بس ولكن أنتوا تصوروا، أنا بدي أعطيكم مثل صغير، أنه هلأ العالم كله رايحة على الكمبيوتر، بدي يروح يعمل الكمبيوتر لأنه في شغل أكثر بالكمبيوتر، ولأنه في عنا سالاريز عالية بالكمبيوتر. أوكي، راحت العالم كله تدرس كمبيوتر. طب ومين بده يدرس الاختصاصات الثانيه؟ بعد في عندنا اقتصاد، بعد في عندنا اداره اعمال، بعد في عندنا هندسه مدنيه وهندسه معماريه، بعد في عندي ادب عربي، بعد في عندي معلمين. ما هو كلهم العالم بطلت تروح عليهم، شو بيصير بالاجور تاعهم لهول؟ بدها تزيد. ليه بدها تزيد؟ لانه ما في عالم عم تشتغل بهالشغله كثير. هلا طبعا
ما بيصير الموضوع بين ليلة وضحاها، هيك موضوع بده كتير وقت مشان يعمل إكوليبريوم. يعني أنا هون لما عم أقول هيك، لما بدي يطلع هون ويوصل للتوازن، عم نحكي سنوات لنوصل لهذا التوازن، لأنه مش سهل الواحد، هو مدى طويل أساس طبعاً، مش سهل الواحد يعني أساس. مرات بكون أنا عم بدرس بقول آه والله الكمبيوتر أحسن، بدي غير اختصاصي. طب من هلأ لغير الاختصاص تعولي ولا أخلص الشهادة تاعتي، ما بيكون صلي بيكون مرق 3-4 سنين، ولا تحس العالم انه صار في نقص بالاختصاصات الثانيه، ما كمان كله بده ياخذ وقت. فبالتالي الادجستمنت بده ياخذ يعني بيكلف وبياخذ وقت. على هيك كينز بال1932 لما قالوا له انه في بطاله، قال له في بطاله بس مشكله بطاله كبيره، قالوا له المدرسه الكلاسيكيه قالوا له مش مشكلة يا كينز، ما بكرة الأسواق بتصلح حالها. قال له الأزمة صار من 1929 وصلنا بال 1932 وبعدها ما صلحت حالها، أنتوا شو رايحين؟ قالوا له إيه على المدى الطويل كله بيتصلح، على المدى الطويل كله بيعمل adjustment ونرجع للإكوليبريوم. قال لهم حبيباتي على المدى الطويل كلنا رح نموت، بقى تنطروا العالم لتموت مشان تعملوا adjustment؟ بدكم تاخدوا أكشن هلأ، ما لازم نعمل adjustment، ننطر للأسواق تعمل adjustment. على هيك وقتها كينز قال لهم لازم الحكومة تتدخل، ما تتركوا الأسواق كلها لحالها لأنه كتير بتاخد وقت لتعمل adjustment. وهون كمان ذات الشيء. على كل حال أنا رح واقف هون، بس بدي منكم شغلة، رح أعطيكم homework جديد تعملوا لي إن شاء الله من هلأ ليوم السبت، يلي هو شوية في حل أكثر، يلي هو رقم 6. في عندي رقم 6 هون، هذا اللي هون حلو، وعنا رقم 8. أوكي. فإذا عم نحكي عن رقم 6 ورقم 8، يلي بحب يشتغل بالسبعة والتسعة بيكون منيح، بس ركزوا على الستة والثمانية. فإذا عم نحكي أعمال رقم 6 دكتور، مش أنت هديك المرة لما أنصرت أحكي هون دخلت معادلة كوب دوغلاس تسلق أنه غلط لأنه هنا مش طالبينه مزبوط؟ لا ما قلت لي مش لازم أستعمله. ما إيه بالصبت هلأ هون بالسؤال رقم، لا أنه مش لازم أستعمله. إيه بالسؤال رقم 6 بدنا نستخدمها بيسك، هو حاطط لي إياها هي هون. ايه انا قصدي انا بكره بالامتحان بلكي انا مثلا هيك حطيتها مش ما انتبهت تحسبها غلط مع السؤال اللي انا كتبته ولا لا شو بيطلب منكم صفحه انا بالصفحه 24 بالسؤال شغله صغيره بس انا هون ما ركزت ابدا على الكوب دوغلاس انا ليه لانه بدي اياكم تفهموا الفكره اكثر الكوب دوغلاس عم نحللها بساعدنا بمرحله معينه بس ولكن ما بدي روح أن يصير كله شغلنا رياضيات. يعطيكم ألف عافية جميعا وإن شاء الله نشوفكم يوم السبت. يعطيك العافية. الله معكم.